شبابنا فوق المطعم التركي. واحد عشرة تقدموا علينا وظلوا يقتلون بينا. احنا هسه تواجدنا بهذا المكان رد اعتبار لهم، لان بس انا اطلع وانت تطلع وغير واحد يطلع يرجعون القناص فوق وتنكتل العالم. فراشات عملاء امورنا فول. يا معلمة جيت ما عندي شيء اسوي، فقط انه شلت الماسحة والاكياس الزبالة لتنظيف هذا الوطن، لان هذا الوطن عزيز علينا.